خد تفاحة يا حبيبي مني وما تكسفش إيدي. ومن بعدها الولد اختفى عن الأنظار تماماً، لا كاميرات مراقبة شافت ولا حد لاحظ ولا يدل على طريق الولد، واتضح إنها ما كانتش المرة الأولى ولا أول طفل من ضحاياها. تلقت الأجهزة الأمنية الساعات اللي فاتت بلاغ من أم بتستغيث بخطف ابنها من أبو الريش في البطاط، وقالت الأم إن ما كانش فيه أي كاميرات في الشارع، وبالفعل اتحركت الجهات الأمنية في أسرع وقت. الأم نزلت بوست على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقالت فيه: الطفل ده مفقود من الساعة 12، وفي حد شاف ست لابسة نقاب وكان معاها طفلة غيره بتأكلها ولبستهم كمامة وأخدتهم. لو حد شاف يبلغنا ضروري المكان اللي كانت قاعدة فيه، ما كانش فيه كاميرات وهو أبو ريش البطاط، وغالبا هتكون طلعت على الموقف. وقتها البوست حقق انتشار كبير على مواقع التواصل، والكل تعاطف مع الأم ودعوا لها إن ابنها يرجع لها بالسلامة. وفي وسط الدعاوي والتعاطف والقلق اللي بيحصل، في بنت كتبت في الكومنتات وقالت لها: الست دي وقفت ابني عند كنتاكي من حوالي أسبوع، وكانت مصممة تديله تفاحة وهو كان خايف منها جدا، وكانت معاها واحدة حوالي 18 سنة. لما ابني مرضيش ياخد منها بعتتها تدي لابني التفاحة، وابني راح للناس اللي بتشتغل عند زين الدين. الراجل اللي هناك الله يكرمه هو اللي زعق لها وبعدها عنه: خلوا بالكم بجد من ولادكم، ربنا يسترها على ولادنا جميعا. وقتها اكتشفت الام ان مش دي اول شكوى ولا اول عملية اختطاف تعملها الست دي، وشكلها محترفة، وخاصة انها بتختار الاماكن اللي ما يكونش فيها كاميرات مراقبة علشان ما حدش يعرف ابنها اتخطف ولا تاه ولا ايه اللي حصل معاه، وما فيش حد يمسك عليها غلطة لا هي ولا العصابة اللي مشغلاهم معاها. ولكن احنا علشان في بلد امن وامان قدروا رجال الامن يوصلوا للست دي بسرعة جدا، وقبل ما تهرب بالولد رجعوا الولد لحضن امه سالم غانم، وقبضوا على الست واللي معاها في وسط فرحة كبيرة من الأهالي والناس اللي موجودين في الشوارع. وفعلا أخدوا الست في البوكس هي والعصابة اللي معاها، ولكن ما نعرفش إذا كان معاها أطفال تانية غير الطفل ده ولا لا. خلوا بالكم من أطفالكم ونبهوا عليهم، مش أي حد يديهم حاجة يقبلوها منهم، وخاصة لو كان حد غريب. ربنا يبارك في أولادكم ويحفظهم بحفظه يا رب العالمين.